نحن هنا لطرح النقاش حول الإكراهات والتوجهات التي تعيشها الصحافة المغربية في بلادنا. نحتاج كثيرا لتكوين أكاديمي. نحن نصر على أن الصحفي المهني يجب أن يمر عبر تكوين جامعي يؤهله تأهيلا علميا وأكاديميا ومهنيا لولوج عالم كبير كعالم الصحافة والإعلام، لأننا أمام تحديات دولية وليست تحديات وطنية أو محلية. نحتاج أن نكون في مستوى التطلعات التي تسير فيها بلادنا، نحتاج أن نسير في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي يسير بخطى حثيثة نحو إعلام راقي، إعلام في مستوى التطلعات التي تسير فيها بلادنا، وإلا فسنكون نعيش نوعا من الخلل أو الشرخ بين ما نطمح إليه من تطلعات وما هو عليه الحال في الحقل الإعلامي ببلادنا. كتكون اليوم في هذه الندوة هي مساهمة من أجل أن نشخص هذا الواقع الذي يعيشه الإعلام المغربي، وهو واقع بطبيعة الحال لا يسر، لأن هناك إجماع على أن الوضعية صعبة، ولكن في نفس الوقت أن نبحث عن الإجابات من خلال التحديات. شق جزء أساسي من هذه الندوة يتحدث عن مسألة الأخلاقيات، والأخلاقيات حينما نطرحها نتجه مباشرة إلى الممارس أي المهني، ندعوه للالتزام بضوابط المهنة، ندعوه للالتزام بالخط الحقيقي لنقل الخبر، وهي المصداقية والحياد والاستقلالية. ولكن في نفس الوقت هذا المهني وهذا الصحفي يعيش وضعية صعبة داخل المقاولات الصحفية. هذه الوضعية نعتبرها كنقابة، هي جزء من الإشكال، بمعنى أن هناك نوع من الوضعية التي تساهم في خلق هذه الأخلاقيات من داخل المقاولات الإعلامية التي لا توفر يعني حياة كريمة للصحفي. ولكن في نفس الوقت الصحفي يعيش وضعية صعبة داخل المقاولات الصحفية. هذه الوضعية نعتبرها كنقابة، هي جزء من الإشكال، بمعنى أن هناك نوع من الوضعية التي تساهم في خلق هذه الأخلاقيات من داخل المقاولات الإعلامية التي لا توفر يعني حياة كريمة للصحفي. ولكن في نفس الوقت نقول أن المسؤولية التي تلقى على الصحفي باعتبار أن هذه المهنة هي سلطة تفرض عليه ألا يغامر باسمه مهما كانت الظروف، وبالتالي الالتزام بالمهنية والالتزام بالأخلاقيات هو عنصر لا يقبل التبرير. ولكن في نفس الوقت ندعو المجتمع، ندعو الدولة إلى التفكير في أن الإعلام جزء من البناء الديمقراطي، جزء من بناء التنمية، وبالتالي لا بد من استراتيجية شاملة للنهوض بهذا الإعلام يساهم فيها الجميع، وهي استراتيجية يجب أن تكون فيها إرادة سياسية من أجل أولا خلق بيئة مهنية نظيفة، وفي نفس الوقت توفير الشروط اللازمة للنهوض بالمقاولات الإعلامية، للنهوض بالإعلام عموما، من أجل أن يقدم للمجتمع منسوجا يمكن أن يليق برأي عام يساهم في البناء الديمقراطي والتنمية.